ولكن اليوم بدنا نحكي عن عملية تهريب الحقيقة ما بتوقع سمعته بمثيلة عبر التاريخ. العملية اللي بدنا نحكي عليها هي تهريب بيت دمشقي قديم كامل من دمشق ونقله إلى قطر. كاملات انه هن عم يفككوا ويشحنوا. كيف تمت هالعملية؟ كيف تم تغطية عليها؟ إضافة أنه هذا منزل عريق وعمره 240 سنة ويمثل البيت العريق الدمشقي، أيضا هو بيت لا سياسي، يشكل نوع من تاريخ سوريا، دولة سوريا منذ بداية تأسيسها.